الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل منه فإن عامة الوسواس منه؟ نعم، المعنى أن الإنسان لا يبول في المكان الذي يغتسل فيه أو يستحم، لأنه يتولد منه الوسواس، فيقول مثلا رشم على ثوبي على بدني أو ما رشم، هل هو كذا، ويعطي له الوسواس، لأنه لن يتيقن أن النجاسة أصابته برشاشة. نعم، واضح؟ إيه، أما حماماتنا الآن ما في أشكال، لأن حماماتنا الآن يبول الإنسان في الحوض محصور، وإذا استنجى طهر الحوض كما يطهر في محل النجاسة من أعضائه.